الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين ما خاب من تمسك بكم أمن من نجا والتجا إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لا أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني نادت دق عد يا ابو ابراهيم قوم من القبر شو خانت الأمة عهودها ونسيت المعروف انا بالصوت ضربوني وعلي قادوه مجتوف مغدور حقه والورث يا ياب مغصوب دق عد وعاين ساعدي ولطمة عيوني صوت العبد والرام يا ابو القاسم متوب طلعت دافع هو مو ما حد وقف
والله دوني قلبي أبو إبراهيم قل لي شلون ما يذوق شم دوب أنا تصبر وقلبي ممتلي جرو الثاكل بيام الله يمنعوها من النوم. شوف شوف شو تقول الزهراء يا يا بكل يوم أخذ الصبطين وارو بين القبور بشي ونرجع وقت الغروب بويا يضلال يضافي العدا قطعة وضلالي يا بيضلالي الضافي العدا قطعة وضلالي أقعد بحر الشمس من حالي أطفالي وارجع وعاين من براك يا بخالي ما شوف ليل نهار غير هموم وكرو تنادي تنادي مو بويا أمر أمر على عبده وضربني وضربني من ضرب انزل القاع ذبني والله ما لان ما لان قلبه ولا رحمني يلا ونا ونا ولا واحد من العالم يبارك الله من العالم حشمني مو يقمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجس من لذت خلف الباب بويا بويا عصرني وسقط المحسن وصدري ينعاب يا بويا وجنيني أيست من بويا 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 من غبت البنت المهضومة تروح لأبوها والله من غبت يا خير البرية ردت أصحابك جولي والله للدار 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 جان شلون جاية قل دامهم نسل الدعية ورا الباب ورا الباب لما نهجس بي ورا الباب لما نهجس بي عصرني وطحت فوق الوطية يا عصرني وطحت فوق يا الوطية بعد وطلعت دافع عن لحامي الحمير لأن الرجس عود إلي يضربني وأنا أشقو وارحمنا بهم يا الله الحكم والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة حوراء إنسية. وصدق رسول الله أبو القاسم محمد. وارحمنا بهم وعجل فرجهم يا كريم، والعن أعداءهم ومنكري فضائلهم من الآن وحتى قيام يوم الدين يا رب العالمين. لا يخفى عليكم أن مقامات الزهراء عليها الصلاة والسلام مما ملأ الخافقين، ومعظم مقامات الزهراء روحي لها الفداء قد بينت بلسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وقد تتساءل وتقول: لماذا حرص النبي صلى الله عليه وآله على تبيان مقام الزهراء عليها السلام؟ هل كان مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله من تبيان تلك الكرامات والمقامات للزهراء عليها الصلاة والسلام فقط وفقط أنه يريد مثلا أن يتسلى مع من معه فيتحدث عن مقاماتها، أو أنه فقط طرح تلك المقامات لها بين الناس فقط لأجل أن يحترموها ويقدروها، أم أن هناك أمرا أعمق من ذلك في السبب الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يبين مقامات الزهراء عليه السلام بهذا الشكل الكثيف؟ نقول لعله من أهم الأسباب التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله يكثف من طرح مقامات الزهراء عليها الصلاة والسلام بين الناس، أهم أسباب ذلك أن يبين للناس أن الزهراء بأبي هي وأمي هي سبيل الهداية وطريق النور الذي من سلكه نجا وفاز، ومن حاد عنه هوى في الهاوية. المسألة مو بس النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول ترى هذه بنيتي احترموها وقدروها فقط وكنوا لها المودة، هذا الأمر بين سائر الناس، أنت وبنتك، أنت وجميع من حولك من أبناء المجتمع، مفروض عليك أن تحمل لهم المودة والاحترام. فما أمرهم النبي بشيء زائد مع الزهراء إذا تقول فقط الكرامات والمقامات اللي يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله للزهراء فقط حتى الناس يحترمونها ويقدرونها. خب هذا الأمر بين الناس كلهم، النبي صلى الله عليه وآله حمل الناس على أن يحترموا بعضهم بعضا ويودوا بعضهم بعضا. هناك أمر أعمق من ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كأنما يريد أن يقول هذه ابنة الزهراء وضعتها لكم منارا من بعدي وطريق هداية من بعدي، لا أنها واحدة كسائر الناس الذين يجب احترامهم ومودتهم. لذلك حتى في قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله
الذي يحكيه الله أو الذي يأمره الله به، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا لبالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني فقط حبوهم واحترموهم، حالهم حال الناس، حالهم حال أي بشر. لا، إذا كانت المسألة مجرد احترام ومودة، هذا الأمر النبوي عام لكل البشر، يحترم بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا. الأمر أعمق من ذلك. المودة ها هنا مودة اتباع وتقيد بهم صلوات الله تعالى عليهم، تودهم ومع المودة شنو؟ اتباع واقتداء والتزام بهم، لا أن تتقدموهم، لا تتقدموهم ولا تتأخروا عنهم، كونوا معهم واتبعوا هداهم واسلكوا سبيلهم. هذه هي المودة الحقيقية. أما مودة مجرد احترام وتقدير، هذه شنو؟ المودة ها هنا مو مجرد احترام وتقدير، بل المودة ها هنا كما قلنا مودة اتباع، وجوب اتباع، وهذا ما تبينه النصوص الشرعية الأخرى، أن أهل البيت هم سبيل النجاة مع القرآن، من تمسك به معتصم من الضلال. فإذا شنو يعني اتباعهم واجب. فهذه البيانات النبوية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لمقامات الزهراء روحي لها الفداء، أهم أسباب بيان مقامات الزهراء روحي فداها هي أنها سبيل النجاة وسبيل الهداية، واتباعها واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في كل مواقفها التي تتخذها. أن تسلك سبيل الزهراء وتتقيد بمواقفها موقف موقف، تجي إلى مواقف الزهراء المتخذة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتكون أنت تحمل نفس موقف الزهراء روحي لها الفداء، لا تتخلف عنها في أي شيء قامت به، ولا تكون نداً وضداً لها في مواقفها التي اتخذتها، وإلا هذا يكون إيمان ناقص، هذا كفران بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. مخالفة الزهراء والحياد عنها كفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لأن الذي جاء به النبي أن تتبع الزهراء، أن تقتدي بها، تكون معها، تخطو خطاها وتتبعها حذو القذة بالقذة. ومن جملة ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله من مقامها ما يبين فيه أن الزهراء ليست كواحدة من أبناء البشر. صحيح يظهر لكم الجانب البشري منها، وهي أنها بدن لها قيام وقعود وركوع وسجود، ولكنها لها حقيقة تخفى عن الأذهان، وهي أن للزهراء صلوات الله تعالى عليها سابقية على الخلائق، وسابقية على الأكوان، وسابقية على الأنبياء، وسابقية على الحجج، وسابقية على الملائكة، وسابقية على الأكوان كلها، بأنها خلقت قبل ذلك كله، حيث أنها مخلوقة من نور الله، من نور جلاله وعظمته. وهذا كما قلنا في ليلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أن الله أول ما خلق، خلق الحقيقة المحمدية التي تضم هذا النور النبوي الذي يضم نور الزهراء صلوات الله تعالى عليها. ولهذا النور أيضا، كما أن لنور رسول الله صلى الله عليه وآله خصوصيات، ولنور أمير المؤمنين خصوصيات، ولنور الإمام الحسن عليه السلام خصوصيات، ولنور الإمام الحسين روحي فداه خصوصيات،
كذلك لنور الزهراء روحي لها الفداء. ماذا؟ خصوصيات خاصة بها أعطاها الله إياها. من خصوصيات نور الزهراء بأبيه وأمي الذي خلقه الله قبل الكائنات كلها، أن بنور الزهراء اهتدت الملائكة، صارت الملائكة تبصر طريقها. الملائكة اللي منهم جبرائيل أعظم الملائكة وميكائيل، كل هؤلاء ما قاموا يشوفون طريقهم وما قدروا وما قدروا أن يبصروا إلا ببركات نورها روحي لها الفداء. صلوا على محمد. الله وهذا ما بينته الأخبار والروايات، فإن الروايات قد بينت بأكثر من رواية وأكثر من طريق وأكثر من سند أن الله سبحانه وتعالى بعث ظلمة، هذه الظلمة خلت الملائكة لا يبصرون شيئا، ما يشوفون شيء أبدا، فشكوا الظلمة لله. لاحظوا أن الأمر خطير، الأمر مهم، اللي خلاهم يشتكون إلى الله: يا رب ظلام، ظلمة لا نبصر. وهذه الظلمة وعدم الإبصار مو فقط عدم إبصار مادي، واحد ما يشوف الطريق، لا، الأمر أعمق من ذلك. يا رب إحنا نفتقد النور في كل شيء، نريد نورا نبصر به، نريد نورا ينور نعم أرواحنا، نريد نورا ينور أفئدتنا، محتاجين نور يا رب. وإذا بالله سبحانه وتعالى يبرز نور الزهرة صلوات الله تعالى عليها: ومن نور الزهرة أشرقت السماوات والأرضون. وارحمنا بهم وعجل فرجهم يا كريم. هذه من خصائص نور الزهرة صلوات الله تعالى عليها. ومن خصوصيات نورها أيضا روحي لها الفداء أن نورها وضع في ثمار الجنة، حيث أن رسول الله إذا اشتم رائحتها كان يشتم رائحتها بأبي هي وأمي، ورائحتها تذكره برائحة الجنة. وهذا النور، لاحظ إذا تجي إلى سير المعصومين أن النور ينزل إليهم، نور مثلا الإمام الصادق ينزل إلى الإمام الباقر ويستقر في صلبه بشربة من تحت بطنان العرش أو غير ذلك، هو النور يجيهم من السماء ينزل إليهم. وأما نور الزهراء روحي لها الفداء فكيف كان انتقاله إلى صلب رسول الله؟ عندنا خبر، عندنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو صعد إلى السماء، هو صعد إلى السماء برحلة خاصة لتلقي نور الزهراء صلوات الله تعالى عليها من ثمار الجنة، ثم استقر في صلبه. ولذلك النبي عنده أكثر من معراج إلى السماء، واحدة من رحلات المعراج كانت خاصة لتلقي نور الزهراء، رحلة نبوية لتلقي نور الزهراء صلوات الله تعالى عليها. ثم أنه بعد استقرار ذلك النور في الصلب الطاهر يجي الأمر الإلهي بأنه: يا رسول الله اعتزل خديجة 40 ليلة، مع أنه من أصعب الأمور على قلب رسول الله أن يعتزل خديجة. اعتزال خديجة ما كان أمر هين على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كان مشغفا بها، يحبها حبا جما ولا يطيق فراقها أبدا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله تأذى، والسيدة خديجة تأذت بأبي هي وأمي من فراق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك اعتزال، ليش اعتزال؟ تهيؤ انتقال هذا النور لصلبك يا خديجة
ينراد لتهيؤ منك، تهيئي لاستقبال نور الزهراء صلوات الله تعالى عليه. لذلك 40 ليلة عبادة وقيام وصيام لتتلقى نور الزهراء، روحي لها الفداء. ثم تلقت نورها، وكانت هي خديجة تقول كانت الزهراء تؤنسني وهي في بطني، أسمع منها ذكر الله سبحانه وتعالى. زين، هذه لما المقامات يبينها النبي صلى الله عليه وآله، يريد يقول لنا، يريد يسولف ويانا بس رسول الله صلى الله عليه وآله. لو والله يريد يقول هذه بنتي عاد احترموها وقدروها هالشكل بس، لو يريد يقول ترى هذه سبيل نجاتكم وهذه طريق هدايتكم، من أراد الهداية فليتبعها، من أراد العصمة من الضلال فليكن تبعا لها. هذا الفهم السوي للبيانات النبوية لمقامات الزهراء عليه الصلاة والسلام. ثم أنها خلقت من نور، مخلوقة نورانية، هذا الأمر ماذا يستفاد منه؟ أولا يستفاد منه كما قلنا وبشكل واضح أنها تهدي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النور ما ينير للغير ويجعل الغير مبصرا، فأنت تبصر طريق الهداية ببركات اتباعك للزهراء. أنت حينما تكون على طريق الهدى وتكون متبعا لطريق الله الذي ارتضاه الله لخلقه، هذا كله من وين؟ بفضل من؟ بفضل الزهراء صلوات الله عليها، ببركات جهودها بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا أمر أول. ثانيا أنها معصومة طاهرة، لأن النور ماذا؟ النور صفاء نقاء، فإحنا مو محتاجين بعد نجي نقول الدليل على عصمة الزهراء وتعال صف الدليل الأول وصف يم الدليل الثاني وحط يم الثالث، مو محتاجين إلى هذا كله. عصمة الزهراء روحي فداها تثبت بمجرد كونها نور، مجرد كون الزهراء نور، مخلوقة من نور، هذا كافي في أنها معصومة طاهرة صلوات الله تعالى عليها، لأنها نور والنور صفاء ونقاء. المعصية لا تتلاءم مع النور، الذنب لا يتلاءم مع النور، مقدمات المعصية من سهو وشك ونسيان لا تتلاءم مع النور. ولذلك هذا نعم كونها من نور أثبت أنها معصومة طاهرة، طهارة معنوية وطهارة مادية أيضا. لذلك لا ترى الدم أبدا، لا ترى الدم أبدا، لا ترى ما يراه النساء من دماء بأبيه وأمه، لأنها أعظم بنت نبي وبنات الأنبياء لا يطمثن في الرواية، وهي أعظم بنت نبي صلوات الله تعالى عليها. وبالرغم من ذلك سالت دماؤها وخضبت الأرض بدمائها. الزهراء هذه أصعب أيامها يا أحبة، أصعب أيام أم الحسن هذه. والله لو نقرأ عن حال الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لاختلفت نظرتنا لمصيبتها. احنا قد نقرأ ونسمع أنها عصرت بعد رسول الله وسقطت على الأرض، لكن أنت لا تغفل أن هذا الألم البدني من أسقاط جنين، اللي قالوا بأن أسقاط الجنين يساوي ألم كسر العظام ولطم العين ونزف الدماء، هذا كله بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى عذاب روحي يا مؤمن كانت تعانيه الزهراء. لذلك فض خادمة الزهراء صلوات الله تعالى عليها تقول إن سيدتي فاطمة كانت تبكي على أبيها ليلا ونهارا، إلى أن يوم من شدة الغصة والألم في قلبها خرجت بأبي هي وأمي وصرخت بأعلى صوتها على فقد أبيها، لدرجة أن نساء المدينة كلهم جاءوا وطلعوا من بيوتهم من صرخة الزهراء وأحاطوا بها. ثم قالت خذوني إلى قبر والدي، وأخذوها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وما إن لاح لها عبيره إلا وهوت على قبره
منادية وأبتا وتخاطبه بما يشعب القلوب. فوق هذا كله وإذا برزم الحطب على دارها، ويلي من عادة المفقود أبوها تجي الناس لها ويسلوها، ويلي على فقدة أبوها يعاونوها، وإذا تريد مية يشربوها، وإذا تريد قعدة يقعدوها، بس الوديعة روعوها. قولي لعلي يخرج ويبايع وإلا أضرمنا النار في الباب. قيل له يا هذا إن في الدار فاطمة، إن في الدار علي، إن في الدار الحسن والحسين. قال وإن سأحرق الدار عليها، فقالت يا هذا دعنا فيما نحن فيه، إحنا حزينين على رسول الله، إلى الآن الصدور حرة على رسول الله. قال ما لابن عمك أوردك الجواب؟ قالت الذي أوردني الجواب قبحك يا ظالم. فأخذ الصوت من عبده وضرب الزهراء على عضدها من شقوق الباب، وأصاب الصوت خنصرها لأن الصوت التوى على يدها. أيوة فاطمة، بينما هي ممسكة بخنصرها المصاب، وإذا باللعين ركل الباب برجله. يا الله يا الله يا الله، لاذت خلف الباب، قالت يا أنا حين خلف الباب ما يحس بي، ما يحس بي أبدا، يدخلون إلى الدار بس لا أحد يشوفني. وإذا باللعين أحس بها خلف الباب، أرجع الباب على بطني، استقبلت الباب ببطنها ووجهها. يا زهراء يا زهراء يا زهراء، يا علي يا علي يا علي. وإذا به أسند ظهره على الباب ووضع رجله على الحائط المقابل للباب. يا الله، ثم صار يعصرها. يا علي يا علي يا علي، صارت دماؤها تنزف من تحت الباب، كاد أن يتركها، يقول تذكرت سحر محمد وسيف علي، فعاودت العصرة الثانية وما تركتها حتى سمعت تكسر أضلاعي، ونبت المسمار في صدري. معذرة يا حبيب، معذرة يا شيعة قساوة، مولاي صاحب الزمان معذرة. يا الله، هذه المصيبة عظيمة يذكرها أهل البيت، أن الزهراء صارت تتمايل من شدة الألم، وإذا باللعين صار يركلها في بطنها. يقول واجهتني بنور
يخشى بصري، فرفع يمينه ليتها شلت يا علي ورطب الزرع على وجهي. ويلي فضى صدري انعاب ومحسن سقط يا معتبة اجت فضى ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم تقل لها يا فضة لاحقيني انكسر ضلعي سقط مني جني يا فضة وين حدار ما يعاني خلي يحضر يا فضة الساعة بحسن خرت وخر المحسن ونادت يا فضة بالعجل دركيني ترى ما قدر النهضة بالعجل دركيني ترى ما قدر النهضة وحيدر يا فضة خبريه عن حالي يا فضة من ضربة المسمار ما ظلت لي قوة خبريه عن حالي وعن ضيم طحت فيه بالعجل يا فضة حيدر الكرار شوفي أقول قالت يا بنت المصطفى حيدر مشوبي وقلبه على جمر الغضال أجلك تتشوى والله لو شفتي حال حلال المشاكل ليث ليث الحراب برقبته حطه وحماي اعذرني اعذرني ليث الحراب برقبته حطه وحمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين قالت اجل بالعجل سنديني القلب فارق سلوى يلا يلا وياي تالي اهل شجاني وزاد همي وهيج الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزهر خلوا عن نادى الرجس يا قنفل ولك بالصوت رد له رد لها ولوعها وروعها وهتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا على الكر التي يتمون أو لا تنحب والعصا ولا تتلوى على يديها نزلت الصياط على رأسها
حتى أدموا ظهرها وبدنها. يا الله مو راضية ترجع الزهرة، عاد اللعين بنفسه إليها. من شافت الزهرة جلست على الأرض، يا الله رجعي، قالت لا والله ما أرجع إلا بعلي. وإذا باللعين استشاط غضبا، رفع يمينه ليتها شلت. يقول الإمام لهفي على قرطين من أذنها حين نقف رأسها. يا زهراء، يا علي، يا علي، يا علي، صفق صفقة على وجهها من ظاهر الخمار. ومع ذلك ما قبلت ترجع، وصلت إلى المسجد، ها مدت إيدها على الرأس، يقول الحيطان ارتفعت يا أحب، الحيطان ارتفعت. وإذا بالصوت يقل روح للزهرة يا سلمان، قلها يا بنت المصطفى وخيرة النسوة، تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمن، لازم على هذا الهضم كله تصبري. قال أصبري، ردت عليه بدمع منثور، أنا لا للصبر خليت كل العالم يمر، تسقط جنيني من الحشا والضلع صوت يا سلمان العبد والرمل متن بقلبك الأبيات بقلبك. لا تلومني ضلع انكسار بالباب، والله ما قصروا بينا عديمه، كنك ما تدري العبد بيا، سقطني المحسن وخلى الجسد نح ضلع انكسار من ضربة المسمار، واللطمة عيوني وداح الباب، وكل ما جرت نكبة علي ازداد، وكظمت غيظي والقلب فايض. يلا يلا وياي من عاين تحدى، رمل أبب بعد بعد من عاين تحدى، رمل أبب واسمعت شبل الحسن يندب راع، أنا غصب علي طلعت خاف يذبح، وتتيتم أولادي عقب فارس، وطلعت أدافعهم وظلت يرحمه، ما لو علي بالصوت وظلوا يض، والله يا سلمان الضرب والرممت، خلني أزلزلهم ترى ما بيهم، ما قصر وأجر الرسالة اليوم أده، كسر وضلوعي والوصي بالحب، ما قصر وحتى الضلع بالباب.
وظلت جالسة على الأرض يا مؤمن، إلى أن إجي أمير المؤمنين جذبته إلي قالت أنت سالم يا ابن العم؟ قال أنا سالم ما دمت سالما. رجعت من المسجد وليث الغاب معه، رجعت مثل ما ترجع لأبواب سبع، لكن إيد على اللطمة وإيد على ضلع، والمرتضى ينشيف دموع الحسن وحسن. دخلت إلى الدار قال شلونك فاطمة؟ إن شاء الله سالمة. قالت أنا سالمة ما دمت سالم يا ابن العم. هذا موقف إلك الدخرة إلك، وأسألك به الدعاء. سمعت صوت عد عتبة الباب يقول يما 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 صدر الرضع أخواني تمنيت يغذيني، وحجر الرب أخواني تمنيت يربيني، لكن حالة العصرة ما بينك وما بين. بعد إيش عنده محسن من خطاب إلى القلب تسمع؟ يقول نزيف الراس يا يما بهضني ما توقفينا، وجسمي تقطع قبالك يا يما ما تلمينا، حنانك يما يكفيني وجسمي ما تشيلينا، تعالي يما شيليني وتركي الوقفة خلف الباب. بعد يقول يما كفاني بنزلتي يا سماع بدال الزغرة صيحة، واستقبالي مو جفين حدر. شنو استقبلك يا محسن؟ يا يما جتني الطيحة، يا يما لحقي علي قبل ما تروح لرويحة، أرضع رضعة من صدرك تبرد قلبي اللهب. جواب الزهراء أسألك به الدعاء، شوف لوعة الزهراء إلى أي مدى وصلت. تقول لا شلون أحضنك يا يما وراسي من اللطمة، وشلون أنظرك يا ولادي ومن العصر الجلد منها، وشايف من الصدر ترضع ونابت بالصدر مسمى. عتابك وجه للوالد إذا عندك علي عتاب، أوذيت 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 صغرت مقاما أريعت، ضربت جهرة ولا من مجيري، تقبل أعمالنا وارحم موتنا وعجل فرج إمام زماننا يا الله، لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج. الفاتحة تسبقها الصلاة.